تسديد اصاب بالحديد، ثقة كبيرة بالنفس، الله على التنفيذ، كرة هوب لوب في اللقطة الماضية، يضع الكرة في الزاوية السفلية، تنفيذ رائع من اللاعب، يستعد لتسديد ركلة الجزاء. صح في المكان السليم، أي ثقة كبيرة لا يعرفها إلا الكبار. يضعها في المرمى، تأخر اللاعب كثيرا في طريقه للكرة لكنه اختار المكان المناسب. يا رباه ضاعت هذه الكرة. الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. خادع حارس المرمى، يضعها في أسفل الزاوية، ركلة ترجيح مثالية. ثقة كبيرة، خبرة السنين، وداها وين والحارس وين والفريق ناوي على وين. يسددها في المرمى، على الرغم من أن اللاعب تباطأ في طريقه نحو الكرة، لقطة تلعب بالأعصاب لكنها تصل إلى الشباك. كان مركز على الكرة قبل أن يسدد ركلة الترجيح. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك.